وبمنتهى الصراحة أحب أقول إن أنا ما كنتش ناوي أترشح نهائياً لمجلس الشعب، ولكن الجماهير طالبتني والشعب طالبني وبعض الأصدقاء طالبوني وبعض الأقارب طالبوني إنني أترشح، ولم أجد مكاناً أفضل من هذا المكان كي أنضم له وأترشح من خلاله أو خلاله إلى هذا المجلس الموقر الذي يا دولة. أنت بتكلم مين يا دولة؟ أنت بتكلم السقف يا دولة؟ ما الراجل قاعد هو يا عم قدامك. أنا واحد قال لي أبو دقن يا دولة هو. ما كلهم بتقول يلا. اللي بيشرب ينسون. كلهم بيشربوا ينسون. يوه أهو اللي هناك ده. فما رأيك في هذا الكلام؟ شوف يا أخ عادي. أيوة أنت عارف طبعا أن حزبنا ده حزب معارضة، أنت بقى معارض؟ لو ذكرت المعارضة ذكر عادل سعيد على طول. عارف حضرتك أنا طلقت مراتي ليه؟ ليه؟ لسبب بسيط جدا، إنها وافقت تتجوزني. إيه ده أنت خلقت جيراني يا دولة؟ للأسف مش هينفع يا أخ عادل. مش هينفع ليه؟ ده هو على طول معارض حضرتك، يعني أنت عارف لو ما لقاش حد يعارضه بيقعد يعارض نفسه. طلقها. ومش هينفع ليه حضرتك؟ احنا دلوقتي عندنا اكتفاء في المرشحين، اللي محتاجينه دلوقتي مرشحات علشان نبروز دور المرأة في المجتمع المرحلة اللي جاية. مرشحات يعني اعمل ايه؟ يعني عايزني ابقى سيدة عشان اترشح معاكو؟ او محسنة مثلا. المقابلة انتهت. اقول لك المقابلة يعني نمشي، يعني بيطرقنا. اذا هيا بنا الى اين؟ الى اي مكان نجد فيه مكان تاكل بلح.